أهلا بكم مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم الآن وصول الرئيس الأوزبكستاني إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف إلى القاهرة. تمت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أوزبكستان واستعراض حرس الشرف. هذه هي الزيارة الأولى لرئيس أوزبكستان إلى القاهرة، وسيتم من خلال هذه الزيارة الاتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في العديد من القطاعات الاقتصادية بين مصر وتشقند. إذن الاقتصاد الأوزبكي اقتصاد واعد في مرحلة انتقال تدريجي نحو اقتصاد السوق. وأيضا أوزبكستان هي بلد زراعي بتعمل على إنتاج القمح والأرز والذرة، وتقوم بإنتاج أكثر من 5 ملايين طن من القطن الخام، وتتميز فيها وبوفرة الأغنام والماشية، وهي تقوم بإنتاج أكثر من نصف الاتحاد السوفيتي من القطن. وبالتالي الشراكات والاتفاقيات والتعاون بين مصر وأوزبكستان، جمهورية أوزبكستان، آفاق واعدة ومستقبل وسوق مفتوحة بين الدولتين. وأيضا الغاز الطبيعي والذهب والقطن قوة رئيسية دافعة في النمو الاقتصادي لأوزبكستان وكذلك في مصر. وبالتالي سنشهد اتفاق وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذه القطاعات المهمة الواعدة. إذن مشاهدينا، كما ذكرت لحضراتكم، هي الزيارة الأولى لرئيس أوزبكستان لمصر، وتمثل هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. ومن المخطط أن يعقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يعقد بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة. نقترب أكثر من هذه الزيارة ونحللها مع حضراتكم، مع السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، برحب بحضرتك. أهمية هذه الزيارة في توقيتها وأجندتها، تفضل. يعني زيارة رئيس أوزبكستان اليوم لمصر دي بتعد اللقاء الثالث بين رئيس أوزبكستان والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أن كان اللقاء الأول كان خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشقند في 5 سبتمبر 2018، وهي الزيارة التي مهدت لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وشهدت العلاقات بين البلدين في عقاب هذه الزيارة طفرة متميزة. اللقاء الثاني كان على هامش الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في فبراير 2022. زيارة الرئيس الأوزبكستاني اليوم لمصر هو اللقاء الثالث بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان، واللي بيرافق رئيس أوزبكستان خلالها وفد كبير من رجال الأعمال، وده بيعكس أهمية الزيارة الاقتصادية الكبيرة وقيام الدولتين وقيام الجانبين خلال هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح، زيارة رئيس أوزبكستان اليوم ولقائه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتناول دعم علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. سوف يتم بحث التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة التداعيات الخاصة ب الأزمة الغذائية العالمية والتداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، هذا فضلا عن التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. زيارة الرئيس الأوزبكستاني اليوم لمصر سوف تؤدي إلى زيادة تطوير علاقات التعاون بين البلدين. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن أوزبكستان كانت في مقدمة الدول التي أيدت ودعمت انضمام مصر لمنظمة شنغهاي كشريك حوار، وهي المنظمة التي بتضم حوالي 8 دول آسيوية في مقدمتها الصين وروسيا والهند وباكستان الآن.
ومصر أصبحت شريك حوار في منظمة شنغهاي. نعم. هناك علاقات وثيقة بين البلدين في المجال العلمي والتعليمي، وبيوجد مركز ثقافي بيقوم بتدريس اللغة العربية لحوالي 200 طالب في طشقند، مركز ثقافي مصري، ومصر بتقدم العديد من المنح الدراسية لأوزبكستان. هذا فضلا عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بتقدم العديد من المنح التدريبية للكوادر الأوزبكستانية في مصر في كافة المجالات. هذا فضلا عن قيام الوكالة بإفادة العديد من الخبراء المصريين في كافة التخصصات لمساعدة الأشقاء في دولة أوزبكستان. زيارة رئيس أوزبكستان اليوم وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الزيارة بيأتي في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على دعم علاقات مصر مع كافة الدول، وذلك من أجل تعظيم مصالح مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ده من جانب، ومن جانب تاني هناك تشاور وتنسيق كامل بين مصر وأوزبكستان في المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمة هذه المنظمات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. احنا بنتوقع خلال هذه الزيارة أن تسفر هذه الزيارة عن التوقيع على العديد من الاتفاقات في مجالات التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين مصر وأوزبكستان. وخلينا مع حضرتك أشير إلى أن أوزبكستان دولة من بتأتي في مقدمة الدول التي تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي، وبتنتج حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. فهناك أفاق ومجالات كثيرة للتعاون مع أوزبكستان، خاصة في المجال الزراعي وفي مجال الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. نعم سيادة السفير، حضرتك ذكرت كلمة مهمة، فكرة أن مصر تبحث عن تعظيم مصالحها السياسية والاقتصادية، ومن خلال هذه الزيارة كيف تجد آفاق هذا التعظيم أو هذا الدعم أو هذا التوسيع؟ بمعنى غالبا أوزبكستان تنظر إلى مصر بأنها البوابة أو النافذة التي يمكن النفاذ إلى إفريقيا، وأيضا العكس، يعني فكرة الإفادة والاستفادة من هذه الزيارة ومن هذه المصالح المشتركة، ومصر أيضا تنظر لأوزبكستان هي البوابة لوسط آسيا، وبالتالي كيف يمكن أن نفعل اتفاقيات في قطاعات جديدة واعدة بالنظر إلى هذه الفكرة الرئيسية، فكرة الإفادة والاستفادة والدخول إلى نوافذ وبوابات جديدة للبلدين؟ يعني اسمحي لي حضرتك أشير إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيادته حريص على تعظيم مصالح مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية. نعم. والسيد الرئيس بيعطي أولوية كبيرة لدبلوماسية التنمية الاقتصادية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على العمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه الى مصر، والترويج للمشروعات الاستثماريه الكبرى، وخاصه في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. احنا بنتطلع الى قيام اوزبكستان بالاستثمار في المشروعات المتوفره في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، وخاصه في ظل وفي ضوء الحوافز والامتيازات الاستثماريه اللي بتقدمها مصر للاستثمارات الاجنبيه الوافده. نعم. الى مصر في كافه المجالات. هذه الزياره سوف تؤكد على دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتعظيم المصالح الاقتصاديه للبلدين. وهنا حضرتك خليني اشير الى ان بيعكس اهتمام واراده مشتركه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ورئيس اوزبكستان، وده اللي تمثل في قيام رئيس اوزبكستان باحضار وفد كبير من رجال الاعمال معه خلال هذه الزياره، وذلك للتعرف والاطلاع على الفرص الاستثماريه اللي بتوفرها مصر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس.
أيضا كلمة مهمة حضرتك ذكرتها سيادة السفير، دبلوماسية التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها مصر. مصر لديها العديد من المشروعات القومية الواعدة في قطاعات مختلفة، أيضا بالنظر إلى أوزبكستان، اقتصاد أوزبكستان في مرحلة انتقال تدريجي نحو اقتصاد السوق، هو أيضا اقتصاد قوي يتمتع بإنتاج وفير من القطن، زراعة، يعني هذا القطاع مهم في أوزبكستان، والقطن وغيرها من المحصولات. وبالتالي إلى أي مدى البلدين في حاجة بعضهما للاستفادة من خبرات بعضهما البعض في المجال الزراعي، في مجال الاقتصاد التنموي والذي يبحث عن تنمية مستدامة؟ يعني حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية حضرتك أشرت ليها. أولا هناك تعاون وثيق بين وزارتي الزراعة في كل من مصر وأوزبكستان، وخاصة بالنسبة للتجارب والأبحاث العلمية الخاصة بزراعة وإنتاج القطن. أوزبكستان من الدول الكبرى بالنسبة لإنتاج القطن وكذلك مصر، فهناك اتفاقية بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الأوزبكية بالنسبة للتعاون في مجال الأبحاث والتجارب الخاصة بالنسبة للقطن. ده من جانب. من جانب تاني خليني حضرتك أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية، أن هناك تقارب كبير بين برامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر حققتها خلال الفترة الماضية وبرامج الإصلاح الاقتصادي اللي حققها الرئيس الأوزبكستاني خلال السنوات الثلاثة الماضية. مصر وأوزبكستان لهم تجارب رائدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وده يعكس ويؤيد يعني تطلع الدولتين إلى دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات. ده من جانب. من جانب تاني ان مصر حريصة على نقل التجارب التنموية المختلفة في كافة القطاعات، وخاصة بالنسبة للتجربة المصرية الرائدة في مجال المشروعات القومية الكبيرة الى الدول الصديقة والشقيقة زي أوزبكستان. مصر حريصة على ان تنقل التجارب التنموية الرائدة والمتميزة التي تحققت خلال السنوات الثمانية الماضية الى جميع دول العالم. ده من جانب. ومن جانب تاني فتح الأسواق الخارجية أمام الشركات المصرية العملاقة التي أصبحت لديها تجارب متراكمة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق على مداخلتك الكريمة معنا.